بعد 3 أعوام من الغياب تستمر القمة أو قمة زعماء الدول العربية في الجزائر ليومها الثاني وسط أزمات إقليمية ودولية معقدة وأوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة، مع غياب لعدد من قادة الدول الأعضاء عن القمة التي أطلقت عليها الجزائر اسم قمة لم الشاملة. فما المستجدات وما المأمول من نتائجها وإلى أين تتجه بوصلتها بعد ختام أعمالها؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا سارة بانا. سارة، مرحبا بك في حديث الساعة. بداية، ما المستجدات في سياق انعقاد اجتماعات القمة العربية ليومها الثاني في الجزائر؟ سارة، إذا القمة العربية أيضا التي شهدت حضور 13 قائد زعيم وقائد عربي بالإضافة إلى وفود مشاركة من كل الدول العربية، وهناك تمثيل قوي تقريبا لكل الدول العربية حاضرة ما عدا سوريا معلقة عضويتها في الدولة العربية. اليوم تستأنف هذه الجامعة أشغالها، من المتوقع أن تنطلق ذلك قبل المساء لمنح الكلمة كل القادة والزعماء العرب للحديث أيضا على النقاط، أيضا في انتظار الإعلان الجزائري الأخير والذي سيكشف على قرارات حسب ما كان حتى وزير التجارة الجزائري بالجريئة على المستوى الاقتصادي. طيب سارة، الغياب الواضح لبعض القادة والزعماء زعماء الدول العربية في قمة الجزائر، كيف لاقى صداه في أروقة القمة وحتى في يعني الأوساط الجزائرية سارة؟ علما أن الجزائر شددت على أن هذه القمة ستكون قمة لم الشمل. إذن فعلا هناك غياب لأكثر من تمثيل أكثر من دولة، من غياب لقادة أو زعماء لدول معينة، لكن حضور ممثلين من هذه الدول كان على يعني على الأقل منح نوعا من وجود بوادر أو أي نوايا للم الشمل فعلا، ما عدا المغرب التي يقول العاهل المغربي أن هناك ممكن غياب بسبب الأوضاع الإقليمية كما وصفها. يبدو أن هناك ممكن الأزمة تتشكل بين الجزائر والمغرب أثرت أعضاء هذا الحضور، ولكن السعودية وغيرها من الدول الأخرى هناك تقبل أيضا لأعذار ممكن دولة سعودية المملكة السعودية على حسب ما تم منحه. أيضا هناك أيضا أمس تبريكات من قبل ولي العهد الملك السعودي للجزائر باسم الثورة الجزائرية، ما خفض أيضا من فكرة التبرير أو تفسير الغياب بطريقة سلبية. نعم. طيب سارة، اليوم يعني ما المأمول من ختام هذه القمة؟ هل هناك مؤشرات إيجابية تطفو على السطح بمخرجات ربما تكون فعلية تطبق على أرض الواقع لكل الدول العربية المشاركة في قمة الجزائر؟ هناك ممكن نقطتين مهمتين في هذه القمة، وهو حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، وهذا ما يفسره أيضا حاليا السياسيون بأنه رغبة في توثيق مخرجات هذه القمة وإعادة تمتين إيصال الصوت العربي وتمتين دور الجامعة العربية على المستوى الدولي. من المترقب كثيرا أن تخرج هذه القمة بقرارات متعلقة بالتضامن مع لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية حاليا والفراغ المؤسساتي. هناك ملف أيضا حول التطورات الوضع في اليمن والتنمية في السودان والصومال، أيضا من أبرز النقاط التي إلى حد الساعة يعني تم التأكيد عليها، وهو التدخل التركي في سوريا والعراق وانتهاك سيادة الدولتين، واستنكار أيضا تدخل الإيران، تعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب. هذه من أبرز النقاط الحالية التي تنتظر الكشف عن قرارات بخصوصها. أيضا نتحدث عن قرارات اقتصادية مرتقبة
ظل نعم سارة تفضل. الأزمة الدولية التي تهدد الأمن الغذائي. طيب اليوم هل من حلول طرحت على طاولة القمة سارة؟ هل من يعني خطط استراتيجية لتفادي هذه العقبات التي تواجه معظم الدول العربية سارة؟ من المو توقع التوقيع من المتوقع الإعلان عن 24 بندنا التي تم التوقيع عليهم من خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب. المعطيات تشير إلى أن هناك بنود متعلقة خاصة بالاقتصاد، ويعني هناك أيضا معطيات تشير إلى أن هناك محاولة لإعادة شراكات عربية لتجاوز هذه الأزمة بالذات. هناك الملف التي يمكن حاليا أن يكون مطروح أيضا، وهو القضية الفلسطينية خاصة بعد لم الشمل. أمس ركز كل من الرئيس التونسي قيس سعيد على هذا الملف في كلمته الافتتاحية، وأيضا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كما كتعبير على سياسة جادة، حيث دعا الرئيس الجزائري الدولي والأمم المتحدة للانضمام إلى الدول العربية في هذا النضال السلمي بالاحتراف بالدولة الفلسطينية والموافقة على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهذا ما الذي سننتظر الكشف عن جديد معطياته حاليا. طيب سارة اليوم يعني هل حصلتم على أي بوادر لإمكانية إصلاح الأوضاع أو تطبيع العلاقات حتى بين بعض الدول العربية التي يشوب علاقاتها بعض الشوائب كالجزائر والمغرب على سبيل المثال سارة من خلال هذه القمة؟ هل هناك وساطات على سبيل المثال؟ هل هناك أي تحركات إيجابية بهذا الاتجاه؟ للأسف الجو الذي يعني ساد اول اجتماع وزاري يعكس بالعكس زياده في التوتر، خاصه ان الطرف المغربي كان هناك اتهامات موجهه مباشره للجزائر، ثم وزير الخارجيه رمضان العمامره كان اكد في كلمته ان القمه هذه هي قمه لم شمل عربي تتحدث عن قضايا مهمه للعرب، وان التاريخ سيكون شاهدا على من سيقف خلف عرقله هذا الاتحاد العربي. هذه الكلمة التي ممكن صنعت الحدث خاصة في هذه الأوساط، وهناك يمكن تفسيرات بأن الوزير الخارجية الجزائري أكد على أنه على ضرورة الحديث عن الملفات الكبرى التي يجب معالجتها بشكل فوري، خاصة فيما يتعلق اقتصاد بعض الدول وخاصة وجود بعض الدول التي تهدد التدخلات الأجنبية. لكن فكرة الوجود بوادر الصلح إلى حد الساعة لا أعتقد ولا يعتقد الساسة أن هناك بوادر واضحة أو اقتراح ممكن إعادة تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية. مراسلتنا سارة بانا شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الجزائر، شكرا جزيلا لك. من طرابلس ينضم إلينا الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية الأستاذ موسى تيهوساي. أستاذ موسى مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن مجريات يعني انعقاد القمة العربية في الجزائر ليومها الثاني، وهو اليوم الأخير المقرر لهذه القمة، لكن يعني ما المأمول من هذه الاجتماعات؟ هل فعلا هناك خطوات إيجابية، خطوات موحدة سيتم اتخاذها بعد هذه القمة، أم فقط عبارة عن مخرجات وبنود وبيان ختامي وانتهى الأمر أستاذ موسى من وجهة نظركم؟ المشاهدين في الواقع بالضبط هذا ما على الأقل عرفناه طيلة العقد من الزمان، أو على الأقل أربع عقود من الزمان من القمم العربية، لم يخرج طيلة هذه الفترة أي شيء على أرض الواقع يتعلق بتحقيق أو بترجمة القرارات التي تنتج عن القمم العربية على أرض الواقع ترجمة صحيحة وحقيقية. مع الأسف الشديد إلى حد اللحظة البوادر الحالية والمؤشرات تقول أن قيمة الجزائر لن تكون استثناء، و يعني رأينا بإمكاننا حتى أن نتحدث عن خلافات بينية، نوع من مشادات كلامية حتى، كذلك يعني ما رأيناه من مشاحنات بين الوفد المغربي وكذلك الجزائري أو المستضيف الجزائر. المشكلة أن
العرب عندما يتحدثوا عن حل المشكلات الداخليه بينهم، ليس يعني ليست حد التي هي ليست حتى مثلا في الجانب السياسي، يعني هناك تحديات كبيره جدا على المستوى الاقتصادي، على مستوى غياب مشاريع تنمويه استراتيجيه، الامن الغذائي، هناك الكثير من المهددات يعني بامكان ان يتفق عليها، بامكان ان توضع في اطار موحد وإطار تنفيذي. لكن طيب هل تملك هذه الدول أستاذ موسى، هل تملك هذه الدول أي آلية أو أي محددات لوضع آلية موحدة للحفاظ على سيادتها، لتحقيق أمنها الغذائي، لتحقيق أمنها السياسي والعسكري من التدخلات الخارجية، وتحقيق أمن سيادة هذه الدول على أراضيها أستاذ موسى، كما يتم التشديد من قبل الوفود المشاركة وزعماء الدول المشاركين في القمة العربية في الجزائر؟ مع الأسف هذا لا يعد كونه شعارات إعلامية فقط. لماذا؟ لأن غالبية الدول العربية لا تمتلك قرارها الذاتي، ويعني وهي مع الأسف الشديد ما سمحت بأن تكون يعني ضمن لاعب أو لاعبين آخرين على المستوى الدولي. على المستوى الداخلي أتوقع أن مسألة الـ يعني التضامن والوحدة وال يعني توحيد الأهداف وتحقيق شعارات الجامعة العربية المتعلقة في وحدة الهدف والمصير المشترك، كل هذه الأمور أتوقع أن إلى حد الآن ليست هناك مؤشرات يمكن أن تبشر بنوع من اتفاق وإجماع عربي على أي آلية، سواء كانت على مستوى تنموي أو على مستوى وحدة القرار السياسي، وحدة كذلك الأمن الغذائي. هذه المهددات التي الآن نراها اليوم، هناك مهدد حقيقي للعرب اليوم وهو مسألة الأمن الغذائي. هناك الصومال اليوم والجميع يرى ما يحصل فيه، هناك العديد من الدول التي تعاني من يعني مشكلة كبيرة جدا في الأمن الغذائي. لكن البيانات التي رأيناها أمس وما أتوقعه على المستوى الشخصي أنه للأسف الشديد هناك سيكون هناك بيان، وسيطلع بعض الشعارات البراقة في البيان وصور تذكارية، ولن تكون هناك أي متابعة للمشهد حتى فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، القضية الفلسطينية. نعم هناك كلمات وكلمات حقيقية يعني حماسية، لكن الأفعال على الأرض غير موجودة تماما. فمع الأسف الشديد نحتاج إلى أن تكون القادة، أن تكون كل القادة في كل قادة العرب يمثلون تطلعات شعوبهم، وأن تكون الشعوب هي من ترسم يعني مستقبل البلدان، وليس أنظمة فقط ولا تستشير أحدا في صياغة المشهد المتعلق بالجوانب التنموية والسياسية وغيرها. يعني الجزائر حاولت جاهدة أن تكون قمة ناجحة، وأطلقت عليها أيضا شعار لم الشمل، قمة لم الشمل في الجزائر أستاذ موسى، لكن الملفت الوحيد في هذه القمة هو غياب عدد لا بأس به من زعماء وقادة الدول العربية. هل فعلا نجحت الجزائر في تحقيق شعارها الذي أطلقته على القمة التي تستضيفها أستاذ موسى، أم يعني كما يقال بالعامية المكتوم بين من عنوانه، يعني غياب هذه الدول، غياب معظم الدول أو الكثير من الدول العربية، زعماء الدول العربية أقصد، عن الحضور هو مؤشر إلى عدم وجود ووضوح رؤية للتعاون في المستقبل؟ غياب الرؤية هو أحد العوامل التي أدت إلى 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 ما نحن فيه، على الأقل من غياب أي نوع من يعني وفاق عربي على أي قضية مهما تكون. فالجزائر بالفعل يعني هناك مساعي دبلوماسية ملموسة على مستوى يعني قبل أشهر من انعقاد القمة، وبعد وأثناء القمة هناك محاولة ل يعني يكون هناك اتفاق داخلي فلسطيني، وجمعت الأطراف الداخلية الفلسطينية وحدث بينهم نوع من التوافق. كل هذه الأمور يمكن وصفها بأنها نوع من محاولات جدية وفعلية، لكن على المستوى العام العربي ما تزال هناك الشروخ، وما تزال هناك يعني ما تزال الآمال حول وجود قرار عربي قوي يخدم تطلعات الشعوب بعيدة المنال، وتكاد تكون مستحيلة لعدة عوامل، وهي أن القرار الذاتي في الكثير من الدول العربية إذا لم تكن أغلبها هو قرار ليس يعني ذاتيا وليس داخليا، بل إن القرار ده خارجي ويتصادم مع تطلعات الشعب ومع ما يمكن أن يخدم الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
طيب أستاذ موسى، من وجهة نظركم إلى أين تسير يعني العلاقات العربية؟ هناك ربما قطيعة، هناك بعض الدول يعني تتحدث عن مشاكل بينية فيما بينها، في أثناء يعني دول إقليمية تتدخل وتتوغل في شؤون الدول العربية دون رادع. إلى أين تسير هذه العلاقة وهذا التباين بين الدول العربية؟ إلى أن يعي العرب بأن مصلحة الشعوب هي فوق كل شيء، وأن الخلافات البينية بين الأنظمة هي مشكلة حقيقية في يعني تمس التقدم المعرفي والتنموي والتكنولوجي والتخلف الحضاري الذي نعاني منه على مدى أكثر من قرن من الزمان. المشكلة أن ما نشاهده اليوم من تشظي عربي الآن في ازدياد وفي طريقه إلى مزيد من التفكك، وليست هناك أي محاولات جدية على مستوى الرسمي العربي لردم هذه الهوات وهذه الخلافات التي في الحقيقة لا ترى بالمجهر، خلافات يعني تافهة إذا صح التعبير. هذه الخلافات يمكن إذا كانت هناك إرادة، إذا كان هناك الحد الأدنى من الإرادة يمكن التغلب على هذه الخلافات، لكن مع الأسف ما نشاهده اليوم هو مزيد من صب الزيت على النار ومزيد من يعني التشظي واستدعاء عوامل التفرقة على حتى على مستوى الاجتماعي. أنت لديك مثلا دول مثل ليبيا الآن نعيب عربيا على تمزيق النسيج الاجتماعي فيها، كذلك سوريا، كذلك الكثير من الدول. فبالتالي يعني ما نعانيها اليوم هو مشكلة يعني ساهم فيها الأنظمة العربية، ساهمت بشكل كبير إما بسكوتا إما مساهمة فعلية في تسعير عوامل التفرقة. نعم. الأستاذ موسى تيهوساي الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من طرابلس، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني، خلال زيارة أجراها وفد برلماني أوروبي ضم عددا من ممثلي الأحزاب الأوروبية إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وجه الوفد العديد من الرسائل أبرزها تحميل النظام التركي مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة. فما التفاصيل وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات؟ وهل هذه الإدانات هي كلمة حق يراد بها باطل الضغط على النظام التركي في ملفات أخرى؟ And Rojava still is not stable, still the neighborhood. بهذا الصدد ينضم إلينا من شمال وشرق سوريا الصحفي جمعة محمد. أستاذ جمعة، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذن وفد أو ممثلين عن البرلمان الأوروبي في زيارة للمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأيضا اطلعوا على واقع الحال وما وصلت إليها المنطقة، مدينين الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي ومحملينه كل المسؤولية عن حالة عدم الاستقرار التي تحصل في مناطق الشمال السوري عموما وشمال شرق سوريا خصوصا. أستاذ جمعة، حبذا لو وضعتمونا في تفاصيل إضافية عن هذه الزيارة. مرحبا بك أستاذ خضر، مرحبا بالسادة المشاهدين. بالتأكيد هنالك زيارات، هنالك وفود دائما تأتي إلى مناطق شمال وشرق سوريا، غالبية هذه الوفود تأتي لاستقبال أو لاستلام أطفال عائلات داعش أو النساء. طبعا هنالك دول أوروبية، دول أفريقية، دول آسيوية، دول عربية تزور مناطق شمال وشرق سوريا. هنالك انفتاح يمكن تسميته على هذا الشكل، انفتاح نسبي محدود على مناطق شمال وشرق سوريا لإدارة ذاتية. هنالك تعامل يمكن تقييم هذا الشيء على أنه إيجابي. والزيارة الأخيرة، الوفد الأخير كان يعني كانت زيارة مهمة يمكن تقييمها على هذا النحو، لأن الزيارة ضمت برلمانيين في البرلمان الأوروبي. هذه الزيارة ربما هي الأولى من نوعها، حيث يزور برلمانيون أوروبيون مناطق شمال وشرق سوريا. والرسائل التي تم إيصالها عبر هذه الزيارة كانت رسائل لافتة للانتباه، خصوصا بأن الوفود قلما تعطي تقييما أو شرحا للهجمات التركية وتتحفظ على أي وصف يمكن أن تدلي به
فيما يتعلق بالهجمات التركية، ولكن الوصف الذي خرج به الوفد قبل يومين كان لافت للانتباه عندما قالوا بأن تركيا تتحمل المسؤولية عن زعزعة أمن واستقرار مناطق الشرق وشرق سوريا بنتيجة الهجمات التي قاموا بها. واللافت أن هذه الزيارة جاءت قبل يوم واحد من اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، اليوم الذي تعرف فيه العالم بأسره على ثورة روجافا، ثورة مناطق الشمال وشرق سوريا الشعب والمرأة، القتال الذي كان يخوضه أبناء هذه المناطق. يعني هذه العوامل أستاذ جمعة، هذه العوامل ربما أشاد بها يعني الوفد أو ممثلين عن البرلمان الأوروبي بقولهم يعني أن تجربة الإدارة الذاتية هي تجربة أو هو مثال جيد للديمقراطية في العديد من المناطق السورية الأخرى، وهي تعبير عن المساواة وحق تقرير المصير وحرية المرأة. هذه العوامل ربما يعني أشاد بها الوفد، لكن أيضا في موازاة هذه الإشادات هناك إدانات كبيرة جدا للاحتلال التركي وممارساته في عفرين على سبيل المثال، وأيضا انتهاكاته وضربه لحالة الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا. كيف تقيم الإدارة الذاتية هذه التصريحات أو هذه المواقف التي خرجت عن ممثلي البرلمان الأوروبي؟ طبعا الإدارة الذاتية دائما تقيم الزيارات التي تأتي من الخارج إلى مناطق شمال وشرق سوريا بالإيجابية، ولكن النقطة التي يمكن انتقادها هي أن يعني هذه الوفود التي تزور المنطقة ربما لا تستطيع إيصال الرسالة كاملة، أو عندما توصل الرسالة كاملة إلى الدول التي جاءت منها أو الجهات التي جاءت منها هي لا تحدث تأثيرا فعليا. فالهجمات التركية هي متواصلة بشكل يومي في مناطق شمال وشرق سوريا وهي تحصل الأرواح، وأيضا هنالك انتهاكات بحق الإنسانية وجرائم بالجملة في المناطق المحتلة. فالمطلوب الآن هو الضغط على تركيا لإيقاف هذه الهجمات وهذه الجرائم والانتهاكات، وليس الإدلاء بتصريحات إعلامية. يمكن تقييم هذه التصريحات على نحو إيجابي، ولكن الأهم بالنسبة للإدارة الذاتية وبالنسبة لمناطق شمال وشرق سوريا السكان الذين يعيشون هنا هو إيقاف هذه الجرائم. المطلوب من هذه الوفود والمطلوب من المجتمع الدولي أن يستطيعوا لعب دور مؤثر وفعال في الضغط على تركيا لإيقاف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، هذه المناطق التي حاربت نيابة عن العالم بأسره داعش الذي يهدد الإنسانية ويهدد العالم بأسره. عندما فشل الجيش العراقي وفشل الجيش السوري في مواجهة تمدد داعش، وقف قاتلو قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية شعب المرأة لوحدهم بمواجهة داعش، وتمكنوا من صد هذه الهجمات وحتى وجود العسكري في سوريا. كل هذه التضحيات هي يعني محسوبة على المجتمع الدولي أيضا أن يكون أهلا لها، وأن يعني اليوم المجتمع الدولي أستاذ جمعة يثمن هذه التضحيات، يثمن ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية ويثني عليها على الدوام في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، لكن يقف عاجزا أمام انتهاكات الاحتلال التركي التي لا تقل يعني خطورة ولا تقل ضراوة ولا تقل أيضا خسارة لمقاتلين ربما حاربوا نيابة عن العالم ضد تنظيم داعش الإرهابي. اليوم الاحتلال التركي يستهدف هؤلاء الشخصيات سواء كانوا مقاتلين أو حتى مدنيين أو حتى يعني ربما مجتمع عانى ما عاناه من ويلات تنظيم داعش. تماما. ففي الأمس أيضا كان هنالك وفد أوروبي في مناطق شمال وشرق سوريا استلم عددا من أفراد عائلات داعش. الرسالة التي يودون إيصالها على الدوام هي أنهم يقفون إلى جانب مناطق شمال وشرق سوريا في الحرب ضد داعش، ولكن هم يتجاهلون تماما بأن تركيا اليوم تلعب دورا يمكن أن نسميه بأنه أخطر بكثير من داعش. تركيا اليوم على خطى داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، تحاول احتلال المناطق التي تم تحريرها من داعش أولا، وثم هي توجد
أو توفر بيئة آمنة للمتطرفين وللإرهابيين المطلوبين على قوائم الإرهاب العالمي. ودائما نرى العناصر الإرهابية الذين يستهدفهم الطيران المسير التابع للتحالف الدولي أو عمليات خاصة للتحالف الدولي في إدلب وفي رأس العين وتل أبيض وعفرين وغيرها من المناطق. هذا دليل على أن تركيا اليوم تدعم داعش وتركيا تحاول تحقيق ما لم يستطع داعش تحقيقه. إذا أردنا أن نلحق هزيمة كاملة بداعش يجب على المجتمع الدولي أن يقف بوجه تركيا بالتوازي مع الحرب القائمة هنا في مناطق شمال وشرق سوريا ضد داعش. الهجمات ونشاط خلايا داعش في مناطق شمال وشرق سوريا يتم إدارتها في مناطق رأس العين وتل أبيض، هذه المناطق التي تحتلها تركيا. هذا يوجد لنا الكثير من أسئلة إشارات الاستفهام يجب على المجتمع الدولي قراءته بشكل جيد واتخاذ موقف حاسم وموقف مؤثر وفعال في وجه هذه الممارسات أو السياسات التركية وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية. طيب أستاذ جمعة، اليوم يعني الوفد الذي زار مناطق شمال وشرق سوريا، هل تم تحميله رسائل؟ هل تم إطلاعه على كل الانتهاكات أو الموثقة لدى الإدارة الذاتية ومنظماتها الحقوقية أو منظمات المجتمع المدني التي وثقت أيضا يعني جملة كبيرة من الانتهاكات التي قام بها الاحتلال التركي مؤخرا في هذه المناطق؟ بالتأكيد هنالك ملفات وهنالك دائما إطلاع الوفود التي تأتي إلى المنطقة، الشخصيات التي تأتي ممثلي الدول والحكومات والأحزاب والبرلمانيين، يتم إطلاعهم على الوضع الحالي في المنطقة والهجمات التركية المستمرة بشكل يومي سواء عبر القصف المدفعي الميداني أو عبر الهجمات بالطائرات المسيرة. يتم إطلاع الوفود على هذه الهجمات وهم دائما يقدمون الوعود بإيصال هذه الرسائل والواقع الذي تعيشه المنطقة إلى الحكومات في الدول التي جاءوا منها، ولكن الحكومات تبقى عاجزة عن القيام بأي خطوة فعالة على الأرض يمكن أن تؤثر في الواقع ويمكن أن توقف تركيا، وذلك لأسباب سياسية، لأسباب ربما اقتصادية أو عسكرية وأمنية، هذا ما تقتضيه مصلحة تلك الدول. ولكن بنتيجة الأمر هنالك هجمات تركية مستمرة على المنطقة، هنالك ضحايا، هنالك دمار، هنالك دور تخريبي تركي في المنطقة. اليوم تركيا تلعب دور تخريبي، الدور الذي تلعبه تركيا يحول دون أن تصل سوريا إلى حل واستقرار وإنهاء الأزمة التي تستمر لأكثر من 11 عاما. اليوم تحتاج سوريا عفوا إلى حل دائم للأزمة التي تعيشها، والحل سيتحقق بإيقاف الخطر التركي والحد من الخطر التركي وأيضا إلحاق الهزيمة النهائية بداعش، ولا نتحقق الهدف الأول دون تحقيق الهدف الثاني. الأستاذ جمعة محمد الصحفي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا عضو المجلس الرئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي السيد شكري شيخاني. سيد شكري، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. ممثلون عن البرلمان الأوروبي في مناطق شمال وشرق سوريا يثنون على التجربة التي يعني قامت بها الإدارة الذاتية في هذه المناطق، ويشيدون بكل ما قدمته لسوريا وللعالم في من خلال تصديها للإرهاب، لكن أيضا هناك إدانة كبيرة وواضحة ومباشرة للاحتلال التركي لدوره السلبي الذي يلعبه في مناطق سوريا عموما وشمال شرق سوريا خصوصا، وأيضا توفيره البيئة الآمنة والمناسبة للتنظيمات الإرهابية على رأسها داعش والنصرة. أستاذ شكري، كيف تقرؤون هذه المواقف المتبعة من قبل بعض الممثلين والدبلوماسيين الأوروبيين؟ سيد شكري، مساء الخير لك ولكل مشاهدي قناة اليوم. ما بعرف وصل الصوت لعندك ولا؟ تفضل أستاذ شكري. ما نراه نحن خطير وفعال بالنسبة للانتهاكات التركية تراه أوروبا عادي، والدليل أنها تستعمل فقط عبارات الإدانة أو الاستنكار على أقصى حد. لم تلجأ أوروبا طيلة الفترات السابقة
إلى أي رد فعل فعلي قوي حقيقي تجاه تركيا. الدليل أنه ما نراه نحن كما قلت خطيرا وهاما ومستفزا وعنيفا ضدنا نحن في شمال شرق سوريا تراه أوروبا عاديا وقد تراه أمريكا عاديا. في ردة فعل في عام 2016 عقب الانقلاب الفاشل الذي حصل في تركيا كانت هناك ردود فعل بطيئة جدا لتدين الانقلاب، مما أدى إلى أنه تركيا تأخذ موقفا معاديا أكثر تجاه الاتحاد الأوروبي، وهي تمسك بأوراق أو تمتلك أوراق قوية جدا تركيا في هذا الموضوع. هي العضو الثاني أكبر عضو في الناتو، في حلف الناتو من حيث القوة. تعتبر تركيا حليف استراتيجي لأوروبا، تعتبر تركيا قلعة هامة في الشرق الأوسط تجاه الأطماع الروسية، سواء في بذلك من خلال قواعد وامتلاك القواعد لعدد من الرؤوس النووية والصواريخ الاستراتيجية. كل هذا أعطى تركيا ميزة استراتيجية قد تتعامل مع أوروبا أو تتعامل أوروبا مع هذا الموضوع بوجهين تماما. هي مع تركيا عادية جدا، فقط إدانات لا أكثر ولا أقل، بالدليل أننا نعرف تماما والعالم يعرف تماما أن كل المرتزقة الذين أتوا من أوروبا ومن أمريكا ونزلوا في مطارات أوروبية خرجوا من مطارات أوروبية إلى مطارات إسطنبول وأنقرة في تركيا بعلم المخابرات الأوروبية تماما. وهذا إن لم يكن هناك تنسيق أيضا مع المخابرات التركية والأوروبية. إذن نحن أمام قارة أوروبية، وخاصة حاليا أيضا أوروبا كلها رقبتها في يد تركيا من خلال خط الغاز الذي تريد صحيح. روسيا بناء قواعده أو بناء محطاته في تركيا ومن ثم توريده إلى أوروبا. إذن تركيا الآن تتعامل مع أوروبا ليس كما كنا نعرفها تتزلل من أجل الوصول أو الدخول لحلف أو للاتحاد الأوروبي، وإنما هي تتحكم بعدة مفاصل في القارة الأوروبية ومن ضمنها الغاز والبترول الروسي. لذلك نحن نرى في هذه الإدانات التي تصدر عن أوروبا بين الحين والآخر هي إدانات هشة تماما، لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني اليوم النظام التركي أو الاحتلال التركي سيد شكري ضرب بكل القوانين والمواثيق والعهود الدولية عرض الحائط، كيف سيتعامل مع هذه الإدانات التي وصفتها حضرتك بالخجولة أو الهشة؟ لا يتعامل بكل فظاظة، يتعامل بكل وقاحة. لا زال الاحتلال التركي يتعامل، وهذا شيء ليس بغريب عليه، وهذا شيء استدامت عليه أوروبا واستدامت عليه أمريكا. لماذا؟ لأن هناك يقف بجانبها الروس حاليا الذي بدأ يظهر أكثر فأكثر كيف يتلون وكيف يلعب على أكثر من حبل من خلال فقط لحماية مصالحه. هو نسي القضية السورية نهائيا، وقد يلغي قاعدة حميمين بعد فترة، ولكن بالنسبة له تركيا أهم بكثير من كل دول الشرق الأوسط. لذلك وضع كل همه الآن بوتين من خلال لقائه الأخير مع أردوغان، كان هناك اتفاق هام جدا على أنه سيخضعون أوروبا للإرادة الروسية من خلال التعامل التركي المباشر. هناك اتفاق واضح تماما. بالنسبة نحن ما يهمنا نحن في شمال شرق سوريا من كل هذا الموضوع أنه ليس هناك أي إدانات فعلية أو ليس ردات فعل أوروبية، وإن كانت فهي خجولة جدا بسحب رعاياهم. اليوم صباحا أو بالأمس هناك وفد ألماني وفد هولندي أخذوا بضعة أطفال ونساء من مخيمات. هذه الحركات أو هذه الالتفاتات نحن بالنسبة لنا نراها كبيرة ونراها عظيمة، ولكن هي بالحقيقة هي أمور في غاية التفاهة وفي غاية لا أعرف لها وصفا. دولة أوروبا كاملة مكملة لا تستطيع أن تعطي قرارا للإدارة الذاتية بأن تقول لها أقيمي محكمة في أرضك لهؤلاء الدواعش
أقيمي ما يناسبك. إذن اليوم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لا تعول. في كلامك أستاذ بأن قوات سوريا الديمقراطية كانت تدافع عن العالم أجمع صحيح. بوجه داعش. طيب سيد شكري، يعني اليوم الإدارة الذاتية لا تعول على هذه المواقف إذن، لطالما أنها مدركة بأن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية لا تملك من قرار أمرها شيء تجاه الاحتلال التركي. سيد شكري، إذن اليوم ما خيارات الإدارة الذاتية في التعامل مع هذه الانتهاكات، في يعني التعامل مع هذه التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا؟ خيارات أكثر من خيار هناك موجود لدى الإدارة الذاتية، الالتفات إلى الداخل، الالتفات إلى المواطن الذي يعيش في أرض شمال وشرق سوريا، التفاتة حقيقية، التفاتة تشمل الأمن والغذاء والصحة. هذه الالتفاتة الداخلية هي قوية، تقوي الجبهة الداخلية. كنا نأمل تماما من أن يصدر أو سيصدر من القمة العربية، ولكنها القمة العربية كما نعرف كلنا منذ رحيل جمال عبد الناصر لم يعد للقمم العربية أي معنى وأي لون وأي نكهة نهائيا، لأنها باتت عبارة عن المناسبات لالتقاط الصور الفوتوغرافية وإقامة الحفلات ليس إلا. لن يصدر عن القمة العربية أي إدانة يعني لتركيا. كانت إدانتهم أشبه بتلك التي صدرت عن ممثلي البرلمان الأوروبي. سيد شكري، تماما وكلامك عن موضوع أن القمة بانت من عنوانها من خلال افتقار القمة للزعماء أو للرؤساء الفعليين الذين يجب صحيح. أن يحضروا هذه القمة، بضعة من الرؤساء، هذه ليست بقمة، هذه عبارة عن مناسبة جمعت الرؤساء أو بعض الرؤساء لالتقاط صور تذكارية وإقامة حفلات الغداء ليس إلا. أنا أراهن أنه لن يصدر أي إدانة. عفرين محتلة ورأس العين محتلة صحيح. وأغلب مناطق شمال شرق سوريا تحت السيادة السورية محتلة، ولن تصدر إدانة، لن تصدر إدانة من القمة العربية لما تفعله تركيا. فكيف نحن نراهن على أوروبا؟ خلينا نراهن أول شيء على الدول المحيطة فينا، نراهن على الدول العربية التي هي بالأساس يجب أن تكون حائط الصد تجاه تركيا وليس بالتأكيد. السيد شكري شيخاني، عضو مجلس رئاسي في مسد ورئيس التيار السوري الإصلاحي، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه الإيضاحات وطيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من القاهرة أيضا ينضم إلينا مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط والخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمود الشناوي. أستاذ محمود، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن موقف اتخذه ممثلون عن البرلمان الأوروبي أثناء زيارتهم لمناطق شمال وشرق سوريا، مناطق الإدارة الذاتية. أستاذ محمود عبر بأن الاحتلال التركي أو تركيا تتحمل جزء كبير من الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها معظم المناطق في شمال وشرق سوريا وشمال سوريا أيضا، وهي مناطق محتلة من قبل تركيا. أستاذ محمود، هذه الإدانات أو هذا الموقف المتخذ من قبل ممثلين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كيف سيؤثر على واقع المنطقة وواقع الانتهاكات التركية في سوريا؟ حقيقة المواقف الأوروبية من تركيا لا تتجاوز حدود الكلام، ولن يؤثر الأمر في تركيا ما لم يتم ربط هذا الكلام بإجراءات عملية على الأرض. الاتحاد الأوروبي يقع رهينة للمساومات التركية والضغوط التركية والتهديدات التركية بفتح أنهار الهجرة غير الشرعية على أوروبا، وكذلك لتركيا دور مرسوم في كثير من المناطق بالعالم. لذلك الاتحاد الأوروبي على خجل يدين ويستنكر ويشجب مثل كل المنظمات الإقليمية والدولية. بالتأكيد هذا موقف محمود، على الأقل هو يعبر عن يعني الحقيقة، ولكن لا يتجاوز حدود التعبير والكلام والشجب والإدانة وما إلى ذلك. طيب اليوم ما هي خيارات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في التعامل مع يعني هذه الانتهاكات في ظل المواقف الأوروبية المتخاذلة، دعنا نسميها أو إن جاز لنا وصفها بالخجولة جدا أستاذ محمود؟ فقط هي لا تعدو أن تكون كلمات تخرج على لسان دبلوماسيين أوروبيين أستاذ محمود. بالفعل هي مواقف خجولة جدا
ولذلك على الإدارة الذاتية أن تستمر في الضغط والتعبير عن حالة الرفض لتلك المواقف. وكما تفضلتم يعني بالفعل الإدارة الذاتية قامت بدور كبير جدا يشهده العالم كله عندما تولت أمر القتال نيابة عن العالم ونيابة عن التحالف الدولي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. وها هي الآن أيضا تحمل عبء وجود سجون كبيرة تضم آلاف أو عشرات الآلاف من الإرهابيين وأسرهم دون الحصول على أي دعم دولي، سواء بإيجاد حل نهائي لهؤلاء الإرهابيين بمحاكمتهم أو ترحيلهم، لأن بلدانهم ترفض أصلا استلامهم وتخضع الإدارة الذاتية لما لا يمكن احتماله من محاولات من هؤلاء الإرهابيين. وكلنا يعلم ما جرى في سجن غويران وأيضا ما جرى في أو ما يجري بشكل دائم في مخيم الهول وغير ذلك من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية والتي تقوم يعني بأعباء كبيرة جدا تتجاوز إمكانياتها وتتجاوز حدود المتاح لها حتى تستطيع السيطرة على هذا الكم الضخم من الإرهابيين ومخاطرهم. الأستاذ محمد الشناوي مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط والخبير في الشؤون الإقليمية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة. أما لمواضيع أوسع